لولاية النعامة على هذه الاستضافة مباشرة بعد وصولنا من البطولة، ونشكر على هذا التكريم الجد محفز واستغاثة لبعض الانشغالات، والحمد لله وعدنا بتصحيح بعض الانشغالات اللي راه معنا. سبحانه. ثانيا شكر جزيل لوالي ولاية النعامة على التكريم هذا اللي قام به، اللمحة التحفيزية هذه التي كانت آنية. بالنسبة للمشاركة تاعي في البطولة العالمية لرياضة الكامبو التي أقيمت بدولة تركيا، أول مشاركة تحصلت على ميداليتين برونزيتين وميدالية فضية، الحمد لله كان توفيق من ربي سبحانه، وشكر جزيل على كل دعمنا أو لأولياء توعنا المدربين. على كل حال اليوم رانا نظمنا حفل استقبال لبطليين عالميين، طبعا سي زحزوح وسي علالي، لشرفوا ولاية النعامة وشرفوا الوطن ككل بحصولهم على كل حال أبطال العالم مؤخرا في تركيا، اللي خلانا اليوم نظموا لهم هذا الحفل المتواضع على كل حال بحضور السيد رئيس مجلس الشعب الولاية وبعض إطارات الولاية تشجيعا لهم، لأن إن شاء الله راح يكون لهم حفل تكريمي في المقام تاعهم إن شاء الله بمناسبة عيد الاستقلال والشباب. ونقول اليوم هذا شرف كبير أن ولايتنا ولاية النعامة أصبحت اليوم هذا الأبطال اللي في مستوى العالي وقدروا حتى عدة مرات.